بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة إنشاء شبكة واي فاي ثانية عن طريق مودم دي لينك. وهذه الشبكة تدعى بشبكة الضيوف أو شبكة الجيست نتورك. الهدف من إنشاء شبكة ثانية على المودم وهي إعطاء كلمة سر شبكة الجيست نتورك بدلا من أن تقوم بإعطاء شبكة أو كلمة سر الخاصة بشبكة أو شبكتك الرئيسية. وهناك مزايا لشبكة الجيست نتورك سوف نتطرق إليها في فيديوهات مقبلة. طبعا لكل مودم أو بالنسبة إلى أجهزة المودم، كل مودم كم يدعم من شبكة. بالنسبة لمودم دي لينك يدعم 3 شبكات جيست نتورك. فلنبدأ الشرح على بركة الله بالتوجه إلى متصفح جوجل كروم من أجل الدخول إلى إعدادات المودم دي لينك. نقوم بكتابة الاي بي الخاص بالمودم 192.168.1.1، ومن ثم نقوم بالضغط على انتر. بعد ضغطنا على انتر فسوف تنبثق لنا واجهة المودم لتقوم بإدخال كلمة السر واسم المستخدم. بعد كتابتك إلى كلمة السر واسم المستخدم ومن ثم الدخول إلى إعدادات المودم، أول شيء نتوجه إلى Advanced. نقوم بالضغط على Advanced، وبعد ضغطنا على Advanced نتوجه إلى Advanced Wireless. بعد توجهك إلى Advanced Wireless أو تأشيرك على Advanced Wireless تقوم بالضغط على Advanced Setting. بعد ضغطك على Advanced Setting سوف تنبثق لك صفحة بهذا الشكل. تنزل لأسفل، هنا تجد هنا تجد جيست فيرتيال اكسس بوينت 1، وهذا يعني وهي الجيست نتورك 1، وهنا الجيست نتورك 2، وهنا الجيست نتورك 3 او الشبكة الضيوف الاولى الثانية والثالثة. بالنسبة الى انابل وايرلس جيست نتورك 1 او جيست نتورك في المنطقة الخاصة بواحد، تقوم بوضع اشارة هنا ومن ثم تنزل لأسفل ومن ثم تقوم بالضغط على Apply. وبهذا تكون قد أنشأت شبكة الجيست نتورك أو شبكة الجيست نتورك 1 إلى شبكة الجيست نتورك 1، ولكن هذه الشبكة ستبقى بدون كلمة سر، وعليه يجب عليك أن تقوم بتعديل كلمة السر الخاصة بشبكة الجيست نتورك. بمعنى أنه أي شخص يحصل أو يرى الجيست نتورك الخاصة بك إن كانت ليست مخفية يقوم بدخول إلى هذه الشبكة بكل سهولة وبدون كلمة سر. ولتغيير كلمة السر الخاصة بالجيست نتورك نتوجه مجددا إلى Advanced Wireless، ومن ثم نقوم بالتوجه نتوجه إلى Advanced Wireless، وبعد توجهك إلى Advanced Wireless نتوجه إلى الخيار Security Settings. بعد ضغطك على Security Settings في الأعلى تجد اسم الشبكة المحددة. اسم الشبكة المحددة بمعنى أي من الشبكات التي أنت تريد التعديل على كلمة السر الخاصة بها. هنا نقوم بالضغط اسم شبكة دي لينك، هنا نقوم بالاختيار دي لينك جيست واحد وهي الشبكة الضيف واحد أو جيست نتورك واحد. نتوجه لأسفل من أجل تغيير كلمة السر. هنا في بريشارة كاي سوف تقوم بإدخال كلمة السر. مثلا من 1 إلى 9 بعد إدخال كلمة السر نتوجه إلى أسفل ومن ثم نقوم بالضغط على Apply.
بعد أن قمنا بتفعيل الجيست نتورك أو شبكة الضيوف وقمنا بتعديل كلمة السر الخاصة بها، سوف نقوم بالتوجه لأسفل إلى الشبكات، نقوم بالضغط على الشبكات فنجد دي لينك جيست واحد، وعند الضغط على دي لينك جيست واحد والاتصال طبعا يطلبك بإدخال كلمة السر طبعا، وسوف يتم الدخول إلى شبكة الجيست نتورك. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.